شفت انا محطة كأني بشوفها في اوروبا بصراحة، يعني اولا كل الشغل اللي حاصل اولا جوه بره هو ده زي ما حضرتك بتتكلم كده، بنعمل حاجة للناس تليق بالشعب المصري. طب انا اقول لحضرتك على حاجة. نعم. انا رحت معظم عواصم اوروبا، مفيش محطة في اوروبا فيها بيخش جوه المحطة قطر مع مترو مع قطار كهربائي خفيف الا ار تي. المترو ده داخل من فوق اهو. القطر القطر ال ار تي داخل من اليمين من الناحيه الثانيه. نعم. بعديه بشويه قطر السويس. قطر السويس اللي ما كانش حد بيركبه. من قله نظافته وقله انضباطه واهماله. نعم. النهارده اتفرج عليه بقى شكله ايه. نعم. البي ار تي من قدامها. نعم. الاتوبيس السوبر جيت اللي رايح الاقاليم من قدامها. نعم. محطه مركزيه بيطلع منها خمس وسائل مواصلات من نفس المحطه. نعم. المحطة بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. ويمكن ده كمان لسه ما حطناش بقى شوية الجماليات وشوية الزراعات وشوية الحاجات الجميلة. خلاص جاهز القطار الكهربائي الخفيف جاهز، انا شايف الشاشات شغالة اهو. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا اعتبارا من بنقول اعتبارا من 8/6 احنا جاهزين، وطبقا لتوقيت الخير السياسية وامرهم احنا الوقت بنجرب ال 22 قطار. هنبدأ من يوم 8/6 نشغل بالركاب. 8/6 8/6 وقبلها كمان جايز. نعم. هنشغل بالركاب. نعم. كل وسائل المواصلات. نعم. اللي موجوده في المحطه دي جاهزه تشتغل. نعم. ببواباتها، بتذاكرها، باشاراتها، بحماماتها، بكل حاجه. نعم. زراعات، كل حاجه، كل حاجه فيها معموله كما الكتاب. مفيش في اوروبا محطه فيها كل وسائل المواصلات دي. نعم. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا لازم كل فتره نجود. نعم. شايف المحطه دي جميله جدا جدا ان شاء الله يا استاذ احمد. ربنا يديك الصحه وطول العمر جدا. ربنا يديك الصحه. ايادي مصريه كلها كلها. شركه المقاولين العرب وشركه اوراسكوم المصريه. نعم. بنقول الاسماء من حقهم علينا. حضرتك لما تشوف بقى المحطات بنفس الجوده دي. طب لما ان شاء الله باذن الله بعد سنه ونص، بلاش سنتين، سنه ونص، اوريك ان شاء الله وتطلع معايا إن شاء الله. اوريك محطات بلاش، يعني في نهايه السنه تشوف محطه بشيل احسن واحسن. نعم. طب محطات القطار الكهربائي السريع. ونوريك بقى المحطه المركزيه اللي في العاصمه، ولا محطه القاهره اللي في حلوان، ولا المحطه اللي في اكتوبر، ولا في اسوان. والله العظيم انا ممكن، بس ممكن ان هم يبعتوا لحضرتك بعد كده مره تانية شكل المنظور بتاعها، وهتحط المنظور كده وتحط جنبه الصوره اللي احنا عملناها، حاجه حضاريه حديثه، بس كله بايه، بالروح المصريه، كله كده تخش كده تقول يا ايه المحطة الجميلة دي. فانا مش بعمل ده عشان اروح ابيعه. لا طبعا مش بعمل ده عشان ابيعه. لا، اجيب حد يشغل معايا. يشغل. اجيب حد يصين معايا. هل هنعمل كده في المترو والقطار الخفيف وغيره؟ هنعمل ده برضو شركات؟ عملنا عملنا عملنا. انا بقول لحضرتك قرية تبيل الفرنسوية بتدير الوقت الخط الثالث، ومتعاد على ال ار تي هتشغله وتديره. اليستوم الفرنسوية هتشغل المونوريل. الدوتشة بان الالمانيه هتشغل وتدير القطار الكهربائي السريع. محطات تناول الحاويات في المواني كلها شركات عالميه هتشغل معانا. ومملوكه لينا. طيب.